إذا للوقوف عند ملف التحقيقات بشأن إعدام اللاجئين العراقيين عند الحدود البولندية البيلاروسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجع، وعبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أبدأ معكم أستاذ ضياء ومرحبا بكم. اللجنة البيلاروسية كما تعرفون كشفت عن تسليم الحكومة في العراق أدلة، وأيضا زودتها بمعلومات عن إعدامات جماعية وأيضا سرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، ولكن السؤال هنا، هل ستتخذ الحكومة أي إجراء ضد بولندا سيد ضياء؟ بداية تحياتي لحضرتكم الجميع. حقيقة المشكلة اللاجئين على الحدود بيلاروسيا وبولندا هي مشكلة كبيرة، والاتحاد الأوروبي يحذر من الهجرة أو يحذر عن المواقف السياسية أنه هنالك موقف سياسي، ولكن هذه الإعدامات التي جريت وحسب التحقيقات ما أثبتت أنه هذه الإعدامات أتمت من خلال الجيش البولندي. اولا الاعدام نظام قانون الاعدام ما موجود بالاتحاد الاوروبي اطلاقا، وكل المنظمات وكل الدول اللي في الاتحاد الاوروبي هي متفقه على هذا الشيء. اذا هذا خرق قانوني كبير من حيث المبدا، ولكن الحكومه العراقيه كيف تقف أمام هذه التقارير الموثقة باتجاه العراقيين الذي قتلوا من جراء هؤلاء الجنود والجيش البولندي؟ لكن بالحقيقة يعني أنا لا أعرف الحكومة العراقية ماذا تتخذ من إجراءات. المفروض تتخذ إجراءات سريعة، لأن هي دولة والدولة لها تصرفاتها ولحماية شعبها، بغض النظر أنه هرب هذا الشعب، هذا الإنسان من الميليشيات أو من النظام السياسي أو من أي شيء آخر في العراق. عليه يبقى هذا الشخص عراقي، وعلى الحكومة العراقية أن تتبع مواطنيها في حالة الانتهاكات لحقوق الإنسان لمواطنيها. الحكومة العراقية لحد الآن لم تبدأ أي مبادرة بأي بلد أوروبي من ناحية القانونية وتتخذ الإجراءات الرسمية أو المتابعات الدبلوماسية من خلال التحقيق بهذا الصدد، مثل ما حدث قبل فترة في النمسا، قبل فترة سنة أو أكثر، اللي قتله 71 شخص بشاحنة. وهذه التحقيقات الحكومة العراقية لم تتدخل، والسفارة العراقية لم تتدخل، وإنما المنظمات الإنسانية حاولنا حتى الاتصال بأهالي الناس الموجودين هناك. الحكومة العراقية هي مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الحكومات الأوروبية ومن قبل الجيش الأوروبي ومن قبل الشرطة. هي ليست الانتهاكات فقط في بولندا، وإنما الانتهاكات الموجودة في كل طيب دول أستاذي. نعم أستاذ ضياء، سأعود إليك في وقت لاحق، ولكن أرحب من جديد بالسيد ديمتري. سيد ديمتري، كشفت لجنة تحقيق بيلاروسيا عن تنفيذ جنود بولنديين عمليات إعدام جماعية سرية للاجئين عراقيين عند الحدود، ولكن كيف يمكن قراءة ذلك إذا علمنا أن بولندا يعني استقبلت مؤخرا أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني؟ كيف يستقيم ذلك سيد ديمتري؟ مرحبا لكم الأستاذ المشاهدين، مساء الخير. أعتقد أن يعني هذا الشيء الذي يحدث الآن في انتهامات بيلاروسيا أيضا هو جاء في نطاق الحرب المتبادلة بين بيلاروسيا، أيضا في تحالف مع روسيا في نطاق الحرب المتبادلة العالمية وغيرها بين روسيا والدول الغربية. وأعتقد بأن أيضا يعني لا أحد ينكر بأن هناك انتهاكات كانت ضد اللاجئين، ولكن اعتقد بان يجب ان يكون هناك لجنه مستقله يعني تحقق في الانتهاكات التي كانت ضد اللاجئين، ان كانوا العراقيين او غيرهم اللاجئين الذي كانوا متواجدون على الحدود البيلاروسيه البولنديه. ويعني هذه اللجنه هي التي يمكن ان تقرر اذا ما حدث هناك انتهاك صريح ضد اللاجئين او يعني انتهاكات او قتل او اجرام بحق هذه المجموعات من اللاجئين.
سأعود إليك سيد ديمتري، ولكن دعني أنتقل إلى سيد ضياء. سيد ضياء، اللجنة البيلاروسية أكدت أن الجرائم التي ارتكبت بحق اللاجئين العراقيين ارتكبت على أسس عرقية ودينية. كيف يمكن تفسير هذه الانتهاكات في دولة تابعة للاتحاد الأوروبي؟ هل تركز على العرق وعلى الدين سيد ضياء؟ والله حقيقة الحرب الأوكرانية اللي حدثت الآونة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، كان الأمر واضح أنه الحدود فتحت للأوكرانيين للذهاب إلى الدول الأوروبية بدون أي مشكلة وبدون أي تأشير، ويأخذوا المواصفات اللاجئ في أول يوم الوصول لهم. نعم. لأول يوم وصول إلى ألمانيا. هذه طبعا هي خير دليل على الانتهاك، على التمييز بين هذه الفئة وتلك الفئة. هنالك تمييز وهنالك تمييز واضح، وهم حتى الصحفيين، بعض الصحفيين يعني وضحوا بأمور واضحة ويتكلمون عن الأوكرانيين، يقولون هذولا من عندنا، هذولا منا. يعني مسألة الدين ومسألة الشكل كانت تلعب دورا مهم عند الأوروبيين، يعني عند الاتحاد الأوروبي، وهذه حقيقة. أو هنالك تمييز. نعم. اللاجئين أصحاب العيون الزرقاء أطلقوا عليهم سيد ضياء. سيد ديمتري، نبقى في نفس الإطار، يعني دول الاتحاد الأوروبي ومنها بولندا دائما تتحدث عن أنها تحترم حقوق الإنسان، ولكن لماذا هذا التناقض حينما يتعلق الأمر بدول معينة كاللاجئين من العراق على سبيل المثال؟ أعتقد أنها يعني سياسات غاطئة لدى الدول بعض الأوروبية، ولكن نعرف أن كانت هناك باب مفتوحة لسنوات عديدة، يعني منذ بداية الأزمة السورية وسمحوا للاجئين السوريين للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. نعم، بكل تأكيد الآن السياسات الأوروبية مختلفة تجاه بعض اللاجئين من الدول المسلمة، من دول العربية. أما تجاه اللاجئين العراقيين فيعني هم يسمحون لهم بالدخول بحرية مطلقة على خلاف اللاجئين من الدول العربية المسلمة. ويعني هذا الشيء يجي في نطاق السياسات الخارجية تجاه الدول العربية ودول المسلمة بسبب خوف على استقرار هذه الدول. وبعض نعرف بأن هناك سياسيون في بعض الدول الأوروبية الذين يعني سياساتهم ضد تواجد اللاجئين من الدول العربية المسلمة، وعلى غرار اللاجئين من أوكرانيا الذين يعتبرونهم بأنهم يعني من أوروبا ويعني يحملون نفس الثقافة الأوروبية، على غرار اللاجئين العرب الذين جاءوا من الدول المسلمة. ولذلك يعني هذا الاختلاف في السياسات واختلاف المواقف التي نراها الآن في دول أوروبية هو عبارة عن سياسات دول، يعني ليس حتى الحكومات في هذه الدول، بل أيضا السياسيون الذين لديهم أيضا آراء. يعني حتى في فرنسا نرى بأن مريض لوبين لديه سياسات مختلفة، على غرار يعني مونيل ماكرون الذي يعني سمح للاجئين بالدخول إلى فرنسا. طيب سيد ضياء، ما يعزز من مصداقية التحقيقات أن الجندي البولندي إيميل تشيتشكو اعترف صراحة قبل عدة أشهر وقال إنه بناء على أوامر من حرس الحدود البولندي شارك في إعدام مجموعات من اللاجئين على الحدود البيلاروسية. نحن تحدثنا عن ردود الفعل، ربما يعني التزمت الحكومة الحالية في العراق الصمت، ولكن كيف تتوقع الرد من قبل السلطات البولندية؟ هل ستقوم بمحاكمة هؤلاء الذين شاركوا بعمليات الإعدام أستاذ ضياء؟ أنا أتوقع حقيقة، لأنه هذه العملية الإجرامية هي تشمل الاتحاد الأوروبي بالأكمل وليست فقط بولندا، ولكن هذه العمليات الإجرامية راح يبدأ التحقيق بها، ولربما أنه يصدر قرار بمعاقبة هؤلاء أو لم يصدر قرار بمعاقبتهم، لأنه الأمر لحد الآن تداعيات من دولة معادية علامة استفهام للاتحاد الأوروبي أو ضمن منظومة روسيا، ولهذا السبب العداء يعني موجود واضح، يعني العداء والخلاف الموجود يعني بالمجاميع الدولية بالوقت الحاضر، أنه كلهم يتحشدون، كل هذه الدول الأوروبية ومن ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، وبدأت الحصار على روسيا، وبدأ المضايقة حتى المضايقة السياسية
وحتى يا أخي حتى البرامج السياسية، التقارير السياسية هنا في أوروبا لم يصل لنا تقرير من الجهة من الطرف الثاني يعني من روسيا. إحنا يجب علينا أن كمواطنين موجودين في هذا البلد أن نسمع الطرف الثاني، نسمع من روسيا أيضا كيف تحدث هذه وكيف الجرائم، حسب ما يتحدثون أنه الجيش الروسي يعني قام بجرائم ضد المدنيين، وهذه العملية الجرائم من الطرف الثاني من روسيا إحنا لا نسمع هذا الشيء، إنما هم يتهمون روسيا بهذا فقط لأنه ماكو عندنا يعني جهة مقارنة ممكن نقارن هل هذا صح وهل هذا يعني إحنا كمواطنين موجودين نعيش في أوروبا حقيقة إحنا يعني لا يوصلنا هذا الإعلام ماذا يحدث بالفعل في أوكرانيا، ماذا يعمل الجيش الروسي وماذا يعملون الأوكرانيين مع الروس أهل البلد الذين يسكنون في أوكرانيا، هم أوكرانيين بس اللغة الأم وطبيعتهم روس أيضا، هذا الخلاف الموجود بيناتهم قاعد يعم علينا كالموجودين اللاجئين، يعم عليهم هذه المشكلة لأنه مشكلة اللاجئين دخول اللاجئ الأوكراني له كل الحقوق من العمل والدراسة والتعليم في أول يوم وصوله، بينما اللاجئ اللي أتى من سوريا أو العراق أو من الدول الإسلامية أو من الدول العربية حقيقة عليهم علامة استفهام، بعضهم صار لهم 5 أو 6 سنوات لحد الآن ما ماخذين قرار اللجوء، هذا دلائل تطاحنا كمنظمات حقوقية أنه المعاملة ازدواجية المعاملة بين اللاجئين الآتين من هذه المناطق، المناطق المنكوبة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق أوكرانيا، يعني هذا الأمر دليل واضح. طيب سيد ضياء، سيد ديمتري، ولكن يعني قد يقول البعض ان بيلاروسيا قد تكون ضخمت وايضا كبرت من الانتهاكات البولندية التي تعرض لها اللاجئون، هذا الرأي هل تتفق معه سيد ديمتري؟ لا استطيع ان اتفق على اي شيء، يعني بما يخص انه بيلاروسيا يمكن ان زورت الحقائق بما يخص ملف اللاجئين، ولكن يعني نعرف بان هناك عداء الان بين الدول الاوروبيه والرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، نعرف بان هناك ايضا اتهامات للشرطه البيلاروسيه بانتهاك الحقوق في داخل بيلاروس وحتى انتهاك للحكومه البيلاروسيه، يعني هناك اتهامات متبادله منذ سنوات بين بيلاروسيا، يعني منذ بداية الاحتجاجات التي كانت في بيلاروسيا بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي. أعتقد بأن الآن ملف اللاجئين يعني الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يستعمله كأداة كورقة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي، الآن ملف اللاجئين ملف انتهاكات ضد اللاجئين أيضا بدأ هو يستعملها كورقة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي، كوننا يعني الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن في الصراع بين روسيا والدول الغربية وأيضا في الملف الأوكراني، وأعتقد بأن الآن يعني هو يريد استعمال هذه الورقة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي بما يخص سياسات اللجوء أو سياسات يعني استقبال اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، وهذه ورقة يعني هو يعرف كيف يستعملها في هذا الوقت، في وقت الصراع الذي يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا. سيد ضياء، على مدى السنوات الماضية بدءا من عام 2003 وحتى الآن لا نرى أي دور داعم من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق عندما يتعلق الأمر بحقوق اللاجئين، ما السبب برأيكم؟ لماذا لا تدعم الحكومات المتعاقبة حقوق اللاجئين؟ والله هذا برنامج يعني وضحت بالمقالات السابقة، هذا برنامج متفق عليه وهو برنامج لتهجير العراقيين، وهذا البرنامج بدأ من 2003 من إفراغ بعض المناطق العراقية من أهاليها الأصليين وإسكان في هذه المناطق مجموعات أخرى من بلاد الجوار ومن ضمنها إيران، إذن العملية هذه عملية مبرمجة لهذا السبب، أن الحكومات المتعاقبة من 2003 ولحد هذا اليوم لم تدعم أو تعبر برنامج سياسي أو برنامج اقتصادي اجتماعي لعودة اللاجئين العراقيين وضمان لهم حياة كريمة في العراق، هذا لم يوجد في العراق ولحد
الآونة الأخيرة يعني حقيقة أنه يريدون من العراقيين الخروج من هذه المناطق، يعني الأمر واضح، يعني المناطق الحدودية بيننا وبين إيران يعني تقريبا فرغت، بعض القرى فرغت لأسباب طائفية ولأسباب المنطقة، وهذه حدثت في ديالى وتحدث في العمارة وحدثت في كثير من المناطق والقرى والأرياف المجاورة للحدود الإيرانية. حقيقة هذا برنامج معد إلى وبرنامج مخطط إلى من قبل ولاية الفقيه، ولحد يعني حتى الملاعب العراقية الموجودة في البصرة دخلت بها الشعائر الدينية والشعائر الطائفية، ويعني حقيقة نحن يعني الدولة العراقية بعيدة عن هذا الشيء، هل هي لا ترى ماذا يحدث في هذه المناطق؟ إذا هي مشاركة فعلية بـ 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 بالهجرة العراقيين، وهذه المشاركة الفعلية هو برنامج معد إلى من قبل ولاية الفقيه. عبر الهاتف من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجع، وعبر سكايب كان معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكما.